بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متتبعي الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن متواجدين في مقبرة سيدي بالعباس. حاجة اللي لفت انتباهي أنه يوجد ناس متطوعين في سبيل الله، من بينهم بلال. هذا بلال متطوع في سبيل الله، كل يوم هنا في المقابر مسكين يحفر، كل يوم متطوع مع دولية من الكوفيد، راه يوصل يحفر بلال. شحال تحفر في النهار؟ 14-15 يحفر 14-15 قبر في النهار. البارح شحال حفرت؟ البارح 5 البارح راه في 4 ايام 13 واه كل يوم متطوع بلال مسكين. الحمد لله. الحاجة زعما اللي لفت انتباهي انه بلال راه يحفر بالبالا والفاس، بالبالا والفاس، وهذا عمل شاق. زعما بغينا حنا اللي بغي يعاونه نجيبوا له ان جروب ومارطو بيكر. هاكا بلال اللي يساعدك في الحفير، وبلال اللي يحفر في سبيل الله اللي يتهلا فيه ما يقولش لا، واللي ما عندهش ثاني ما يقولش اعطيني بالسيف في سبيل الله. كيما دروك هادو مين من بودانس تحفر لهم، من بودانس يحفر لهم. زعما اللي بغي يعاون بلال باقي لنا ربعه تزيد تحفرهم بسياسه. ربعه واه بلال ثاني اكتب يخصه ان جروب ومارطو بيكر. اللي بغي يعاونه يجيب له جروب ومارطو بيكر باش تسهل عليه عمليه الحفر. والله الله يرضي اجر المحسنين. بلال الله يفتح عليك، الله يبارك لك ان شاء الله، وانت متطوع بلال في سبيل الله. شوا بالفاس والبالا عمل شق. حنا من الاجدر نعاونوا بلال، واللي بغي يعاونه ولا راه يعرفني انا غالم صاحب الصفحه، نوريه من يجيب المارطو بيكار والجروب ما يسقمش بزاف باش يعاونه يحفر به. ما عندك ما تقول بلال؟ ها عاونوني قول لهم. والله لا عييت. ها واه شوف السبش، حرارة السبش اللي راهي والحمان وراك تشوف. واه حنا بلال نعاونك بالله، هذا اللي الشيء اللي نقدروا نعاونوا به. واللي بغي يعاون بلال، بلال خصه مارطو بيكار وجروب باش يحفر. راه طايب قال لك راني نحفر من 10 حتى 15 قبر في النهار. هاكا بلال ها 15 شفتو دولية تاع كورونا؟ كورونا ناني مقابل. واه وربي راه شاهد. هي ما كاش مشكل كبير، نظن تلقى اذان ساريه ان شاء الله بربي فيها خير. كاين الناس اللي بغيت تعاون. هيا السلام عليكم ورحمه الله.